توج المتسابق البرازيلي فيليبي ماسا بلقب جائزة البحرين الكبرى لسيارات الفئة الأولى. ماسا قطع المسافة في ساعة و33 دقيقة و27 ثانية لينجح سائق الفيراري بالتقدم على البريطاني لويس هاملتون سائق ماكلارن، فيما انتزع الفنلندي كيمي رايكونن المركز الثالث بسيارة فيراري، بينما جاء الألماني هيتفيلد من فريق بي ام دبليو رابعا في هذا السباق، والذي شهد حصول بطل العالم الإسباني فرناندو ألونزو على المركز الخامس. ونبقى في البحرين، حيث أعلن السائق العربي حمد أحمد الفردان برنامج مشاركاته في بطولة الفورمولا 3 والتي تنطلق الشهر الحالي في بريطانيا. وسبق للفردان أن سجل نتائج متميزة في مشاركاته السابقة في بطولات بي ام دبليو وتويوتا، وهو الذي يحظى بدعم جماهيري كبير في بلاده. فورمولا 3 بريطانية هي اللي طبعا أقدم بطولة في فئة الفورمولا 3، وهي اللي تأهل منها كثير سواقين من الفورمولا 1 مثل جونسون باتون، لويس هاملتون، وطبعا أعتقد أنها هي الخطوة الأهم في رياضة السيارات. هدفي الوحيد واللي لا رجع فيه يعني هو الوصول للفورمولا 1. كنا الراعي الرسمي للبطل حمل في المرحلة الأولى، والحمد لله الله وفقه وانتقل الى المرحله الثانيه الان، واحنا طبعا معاه متواصلين في الدعم، ونتمنى ان تكون متواجدين معاه بشكل عام لدعمه ولتذليل الصعاب اللي قد تواجه اللي ما تبنى تواجه ان شاء الله، لكن نكون موجودين دائما بقربه لتجهيزه للمنافسه بشكل اكبر وشكل افضل ان شاء الله، ونتمنى ان نشوفه بطل.